نرحب بكم أعزائنا المشاهدين عبر فضائيات نورسات وتلفزيون تيليلومير، والبداية مع العناوين. البابا فرانسيس يحيي ذكرى لقاء السلام في حدائق الفاتيكان. بدعوة من جلالة الملك، الأردن يستضيف مؤتمراً دولياً طارئاً بشأن غزة. الكاردينال باتسبالا يختتم زيارة رعوية إلى الطيبة بفلسطين. وفيها أيضاً تكريس قلب يسوع الأقدس في حلقة من برنامج صباحكم نور. أهلاً بكم. قبل 10 سنوات خلت، وتحديداً في 8 من شهر حزيران عام 2014، التقى قداسة البابا فرانسيس في حدائق الفاتيكان الرئيسين الفلسطيني محمود عباس والإسرائيلي الراحل شمعون بيرس، واشتركوا معاً بغرس شجرة زيتون طالبين السلام في الشرق الأوسط. وبهذه الذكرى وفي لفتة رمزية جديدة وفي لحظة توتر شديد جراء الحرب الدائرة في غزة، سيذهب قداسته إلى ذات المكان لإحياء هذه الذكرى مقارنة بما كان عليه الوضع قبل 10 سنوات وما آلت إليه الآن المنطقة من حروب ودمار وقتل. وفي ذات اللقاء قال قداسته نعم لاحترام الاتفاقات ولا للاستفزازات، وإن صنع السلام يتطلب الشجاعة، ثم تضرع إلى الله قائلا: ساعدنا يا رب وأرشدنا نحو السلام، وافتح عيوننا وقلوبنا وامنحنا الشجاعة لكي نقول لا للحرب بعد الآن. وكان قد حضر هذا الحدث ممثلون عن المسيحيين والمسلمين واليهود من الأرض المقدسة. بدعوة من جلالة الملك عبد الله الثاني وبتنظيم مشترك بين الأردن ومصر والأمم المتحدة، يستضيف الأردن يوم الثلاثاء المقبل مؤتمراً دولياً على مستوى قادة دول ورؤساء حكومات ورؤساء منظمات إنسانية وإغاثية دولية للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة. ويهدف المؤتمر الذي يعقد بمنطقة البحر الميت إلى تحديد الآليات والخطوات الفاعلة للاستجابة والاحتياجات العملاتية واللوجستية اللازمة في هذا الإطار، والالتزام بتنسيق استجابة موحدة للوضع الإنساني في غزة. هذا وتتسبب الحرب الدائرة في غزة بكارثة إنسانية في مختلف مناطق القطاع، وتفشي المجاعة والمعاناة النفسية والدمار الهائل، بعدما أصبح وصول الغذاء والماء والأدوية للسكان شبه معدوم. بهدف تعزيز العلاقات بين الكنيسة والمجتمع، استقبل أهالي بلدة الطيبة بمحافظة رام الله غبطة الكاردينال بير باتيستيا باتسابالا بطريرك القدس للاتين، وذلك خلال زيارة رعوية إلى البلدة استغرقت عدة أيام. وخلال استقبالهم له استمع غبطته إلى قصص وتحديات أهالي الطيبة، واطلع على الفعاليات والبرامج التي تنظمها الرعية والمؤسسات التابعة للبطريركية، كما التقى بكهنة الرعاية واستمع إلى همومهم وناقش معهم التحديات التي يواجهونها في مهامهم الرعوية. وخلال جولاته التفقدية ألقى غبطته نظرة شاملة على مشاريع البطريركية المتنوعة من المدرسة إلى بيت المسنين، ومن بيوت الضيافة إلى مركز كاريتاس الطبي، ومشاريع الترميم والإسكان وبرامج التشغيل التي تعكس حيوية الرعية وتفانيها في خدمة المجتمع. يجسد 9 حزيران محطة مضيئة في تاريخ الأردن الحديث، إذ اعتلى جلالة الملك عبد الله الثاني في مثل هذه الأيام من عام 1999 عرش المملكة الأردنية الهاشمية، لتستمر في عهد جلالته مسيرة بناء الدولة المدنية الحديثة وإعلاء صروح الوطن وصون مقدراته. ويتطلع الأردنيون في عيد الجلوس الملك 25 إلى مواصلة مسيرة العمل والريادة والإنجاز، والإصرار على البقاء نموذجاً للدولة الحضارية التي تستمد قوتها من تعاضد أبناء شعبها وقيادتها الرشيدة. ويبذل جلالة الملك جهودا كبيرة لرعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات، كما يواصل جلالته سعيه الدؤوب لوقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات إلى الأشقاء المحتاجين في القطاع والوصول إلى سلام عادل ودائم في المنطقة.
احتفلت رعية العذراء الناصرية بمراسم سر التثبيت ومنح المناولة الأولى لعدد من أطفال الرعية بحضور القائم بأعمال النائب البطريركي اللاتين الأب الدكتور جهاد شويحات الذي ترأس الذبيحة الإلهية. تضمنت الاحتفالية عظة روحية من الأب جهاد دعا فيها الأطفال إلى المواظبة على الصلاة والتميز بحب يسوع في حياتهم، بالإضافة إلى حديثه عن قوة الروح القدس في الحياة اليومية وضرورة عدم الخوف من التحديات. واستكمل الأب شويحات عظته بنداء لأولياء الأمور لاصطحاب أطفالهم للكنيسة بصورة دائمة. وفي نهاية الاحتفال تم تجديد مواعيد المعمودية ومنح سر الميرون المقدس. تلاها لحظات من الفرح والتقديس حيث توجه المحتفلون إلى قاعة الرعية لتوزيع الشهادات والهدايا التذكارية. بأجواء روحية وتراتيل شجية احتفلت الرعية الكلدانية في الأردن بمنح سر المناولة الأولى لأبناء الرعية، وذلك في قداس احتفالي ترأسه قدس الأب زيد حبابة في كنيسة القديس يوحنا دولاسال الفرير. وفي عظة القداس الذي حضره عدد كبير من أهالي المتناولين وأقاربهم، تحدث الأب حبابة شارحا للأطفال معنى التناول الأول، حاثا أهاليهم على الاشتراك بقداس الأحد مع أبنائهم. وفي الختام شكر قدسه كنيسة القديس يوحنا دولاسال الفرير على تعاونهم الدائم مع الرعية الكلدانية لفتح الكنيسة لهم. وفي بلدة السماكية بالكرك احتفلت رعية القديس ميخائيل بالقداس الإلهي والدورة الاحتفالية بعيد جسد الرب ودمه الأقدسين ونهاية الشهر المريمي. وفي نهاية القداس الذي ترأسه الأب خالد جمه التفت المؤمنون حول الأم الحنون في دورة احتفالية تقليدية في شوارع البلدة، حيث تعالت الأصوات التي صدحت بأجمل الترانيم المريمية. وبمناسبة اختتام الشهر المريمي أحيت رعية القديس جورج الشهيد اللاتين في إربد قداسا احتفاليا بهذه المناسبة ترأسه قدس الأب فراس عريضة كاهن الرعية بحضور راهبات الوردية وجمع من أبناء الرعية. وفي عظته قال الأب عريضة: لقد تعلمنا من أمنا العذراء دروسا لأن نكون على ثقة أكثر وإيمان أكبر بكلمة ربنا ومشيئته، مذكرا بأن كل شخص قادر أن يهب الآخر خدمة مجانية وهي خدمة المحبة. وقبل الختام قدم الأب فراس هدايا من أبناء الرعية للراهبات بمناسبة مرور 75 عاما على خدمتهن في الوردية. بعدها توجه الجميع لساحة الكنيسة حاملين تمثال السيدة العذراء للدورة الاحتفالية. وفي مدينة إيلات احتفلت رعية القديسين موسى وإيليا بمنح المناولة الأولى والسر التثبيت لعدد من أطفال الرعية. تم ذلك على يد قدس الأب عبد المسيح فهيم كاهن رعية الرملة الذي ترأس الذبيحة الإلهية بمشاركة الأب سليمان حيفاوي. وألقى الأب عبد المسيح عظة روحية حث فيها على الصلاة ومعنى الأسرار وأهميتها في حياة المؤمن المسيحي وعن عمل الروح القدس وفعاليته في الكنيسة. وفي ختام القداس الإلهي بارك الكهنة الأطفال وقدموا لهم الشهادات والهدايا التذكارية بهذه المناسبة الروحية. مع قرب انتهاء العام الدراسي أقامت العديد من المدارس المسيحية في المملكة احتفالات بهيجة بهذه المناسبة، فقد رعى سيادة المطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكس حفل تخريج الفوج الخامس لمدرسة بطريركية الروم الأرثوذكس في العقبة. وبعد إلقاء الكلمات تحدث سيادته عن مسؤولية الطلبة لتحمل واجبهم الوطني تجاه خدمة بلدهم الأردن، وتمنى لهم حياة مليئة بالنجاح والتوفيق. تخلل الحفلة كلمات للطلبة الخريجين إضافة إلى تقديم العديد من الفقرات الغنائية والتراثية لفرقة كورال المدارس.
حضر حفل التخريج عدد من الآباء الكهنة وكبار المسؤولين في العقبة والسيدة لين مدانات المديرة العامة للمدارس وأولياء أمور الطلبة. وفي الختام تم توزيع الشهادات على الخريجين والخريجات. تحت رعاية الأخت مدلين دبابني النائب العام لرهبنة الوردية، أقامت مدرسة الراهبات الوردية في المصدار حفل تخريج طالبات الصف العاشر وأطفال الروضة بحضور عدد من الراهبات والكهنة وأهالي الطلبة. وقبل انطلاق موكب الخريجين قدمت جوقة المدرسة باقة من المعزوفات الموسيقية والأناشيد الوطنية، أطفت جوا مفرحا على الحضور. وفي نهاية الاحتفال الذي حضرته الدكتورة باسمة السمعان المديرة الإقليمية لفضائية نورسات الأردن وفلسطين، قامت راعية الحفل الأخت مدلين بتسليم الشهادات للخريجين. كما احتفلت روضة راهبات الوردية بمرج الحمام بتخريج الفوج 25 من أطفال براعم الوعد. اشتمل الحفل على عرض مجموعة من الفيديوهات الموسيقية وتقديم باقة من الرقصات والدبكات من أداء أطفال الروضة. تلا ذلك تقدم موكب الخريجين بالمسير. وخلال الحفل ألقت مديرة الروضة الأخت جوزفين قيقية كلمة ترحيبية بحضور مديرة المدرسة الأخت كلارا معشر وعدد من راهبات الوردية وأهالي الأطفال. وفي ختام الحفل تم توزيع الشهادات على الخريجين وسط فرحة الأهالي. وفي محافظات شمال المملكة أقيمت عدة احتفالات لتخريج أفواج مدرسية شملت طلبة مدارس راهبات الوردية في إربد ومدرستي الأسقفية العربية في إربد والروم الأرثوذكس في بلدة الحصن. وقد تخلل الاحتفالات التي حضرها معلمو ومعلمات المدارس وأهالي الطلبة إلقاء كلمات للخريجين ووصلات غنائية قدمها طلاب وطالبات المدارس. واختتمت الاحتفالات بتوزيع الشهادات على الخريجين. إلى التفاصيل. إن إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني. فرحة النجاح هي أحلى فرحة بالحياة. كاميرا نورسات عاشت أجواء الفرح بكل لحظة ضمن سلسلة احتفالات المدارس بتخريج طلابها. فاحتفلت مدرسة الأسقفية العربية بتخريج الفوج 13 طلاب من التوجيهي للعام الدراسي 2023-2024 بالمسرح الرئيسي للمركز الثقافي بمحافظة إربد. رعى الحفل مندوب عن سمو الأمير مرعد الدكتور عمر حمزة وسيادة رئيس الأساقفة الدكتور حسان نعوم مطران كنيسة الأسقفية في القدس والشرق الأوسط، وأكيد بحضور عدد من وجهاء إربد وممثلين عن مديرية التربية والتعليم لقصبة إربد، إضافة لعدد من الآباء الأجلاء وأولياء الأمور وأكيد الأصدقاء. برنامج الحفل هو بالتزامن مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال 78، لنبلش بالسلام الملكي وكلمة ترحيبية من راعي كنيسة الأسقفية ونائب مجلس الإدارة القس سمير سعيد، ليدخل من بعدها موكب الخريجين وسط هتافات بمرافقة عيون الأهل والأصدقاء اللي كلها فرح. هلا مظبوط، هو حفل وأجواء حلوة والكل مبسوط، لكن كلمة غزة وأوضاع غزة ما راحت عن بال الموجودين بفقرة خاصة للسلام باسم سوف نمضي من طلاب وطالبات المدرسة. لتيجي مديرة المدرسة ست صباح زريقات وتأكد بكلمتها إنه السلام حق، السلام رسالة الرب على الأرض، فرسالة غزة بصمودها وقت الشدائد ومنهم يتعلم الصمود والحق. ما تقدمه الأسقفية العربية وما تؤمن به في رسالتها هو إعداد مواطن صالح مؤمن بالله تعالى، تعمل على ترجمة ثقافة التعليم الدامج وتعليم من أجل السلام، رسالة إنسانية خدماتية. بحب في هذا اللقاء أهنئ طلابي الخريجين، أهنئ أولياء أمورهم، وأتقدم كمان بتهنئة وشكر لمعلميهم للهيئة التدريسية والمعلمين كافة في الأسقفية لما يقدموه ولما يعطوه من خدمات ومن جهود يبذلونها في خدمة طلابنا المتميزين. ولا يرجع يؤكد الخريجين عن مشاعرهم بهاليوم بكلماتهم باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية عن السلام للأهل بالقطاع، وكمان شكر وامتنان للمدرسة، وليتم عرض فيديو خاص فيهم وعن حياتهم بالمدرسة واللحظات اللي عاشوها سوا.
وكلمة المطران نعوم كانت كلها دعوة للمحبة والسلام للعالم كله تجاه غزة، ووجه رسالة شكر للمدرسة على كل شيء بتقدمه للطلاب من برامج تعليمية وعملية، وحرصها على إشراك طلابها بنشاطات المجتمع المحلي. طبعا اليوم كانت تخرج مدرستنا الأسقفية، وكان شعور يعني لا يوصف عن جد، شعور رائع، وإن شاء الله يكون منها للأعلى بالجامعات والتخرج الجامعة إن شاء الله. التخرج كان كثير كثير كويس، في أغلاط صغيرة بتوقع أنه هاي كانت الأشياء اللي حلت صراحة، ويعني كان كثير كثير ممتاز، ما أتوقع أنه يكون أحسن من هيك. وراية الأسقفية بتتناقل من جيل لجيل، وهون الفوج الثالث بيسلموا الفوج اللي بعدهم راية المدرسة. يعني حفل خريجين والكل مبسوط، ومعقول ما يكون في دبكة من طلاب وطالبات المدرسة؟ وأكيد هالدبكة كانت بمناسبة عيد الاستقلال 78 لوطننا، وفعلاً إشي حلو ومتقن كان. ومع الدبكة نختم الحفلة بتوزيع الشهادات على الخريجين، وليكمل بعديها الخريجين وأهاليهم وأصدقائهم بساحة المركز بزفة خاصة فيهم كلها طبل وزمر. ومن مدرسة الأسقفية العربية لمدرسة الرهبات الوردية، بصراحة وبشهادة الجميع الحفل كان من أروع ما يكون بفقراته بترتيبه وحضوره الكبير، والكل كان مبسوط بحضور سمو الأميرة رحمة الحسن لتخرج كوكبة من طلاب متميزين بشهادة الأخت فرانشيسكا خميس مديرة المدرسة. الفوج 39 للرهبات الوردية وعددهم 33 طالب وطالبة، أجواء كلها فرح وحماس وترحيب بسمو الأميرة رحمة الحسن. فاستقبلتها مديرة مدرسة الرهبات الوردية الأخت فرانشيسكا خميس ومساعد محافظ إربد عطوفة علي الحوامدة ومدير تربية وتعليم قصبة إربد الأولى الدكتور حمزن جادات والنائب وائل رزوق والأستاذ مزهر جوينات المدير التنفيذي لمدارس الرهبات الوردية، وأكيد بحضور كاهن رعية كنيسة اللاتين قدس الأب فراس عريضة جزيل الاحترام، إضافة للأخوات الراهبات وبعض من الكادر الإداري للمدرسة. وليرحب بسموها الطلاب الخريجين بباقة من الورد بألوانه وشكله المميز. بلش الحفل بالسلام الملكي ودخول موكب الخريجين. وبعدها لترحب الأخت فرانشيسكا بسمو الأميرة والضيوف وأولياء الأمور بكلمة شكر ومحبة لكل الموجودين، واستغلت حضور الجميع بهاي المناسبة لتثمن جهود جلالة الملك بتقديم الدعم والمساعدة للأخوة بقطاع غزة وحفاظه على مقدساتنا المسيحية والإسلامية بالقدس، ورسالة من قلب الموجودين بأن الصلاة لربنا هي دائماً موجودة للأخوة بفلسطين. بالحفل تم عرض فيديو للمدرسة كله شوق وذكريات من الماضي بالمبنى القديم للمدرسة. بالصور اللي انعرضت صرت أدور على حالي، يعني بدور على صورتي، لأنه أنا كمان كنت من طلاب المدرسة الوردية وأكيد بفتخر بهذا الإشي. فعلاً الشخص رجع لأحلى أيام حياته. وبعديها لتنعرض مقابلات مع طلاب درسوا بالمدرسة وصار عندهم عيلة ومنهم صاروا بأماكن ومناصب مختلفة، وذكريات الطلاب الخريجين كلها اجتمعت بهالفيديو عنهم وشو كانوا يعملوا ونشاطاتهم جوا هالمدرسة. كلمة الدكتور علي نجادات أكد وأشاد على كل شيء بتقدمه المدرسة للطلاب، ووجه رسالة ليطمن فيها قلوب الطلاب عن امتحانات التوجيهي. وهيك لتكون الأجواء الحماسية أكثر وأكثر بالقاعة، طلاب وطالبات الصف السادس أبدعوا على أغنية اطمح.
وكلمات الخريجين باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية بتعبر عن شكرهم واعتزازهم بالمدرسة. وهون الفقرة المنتظرة، وصلة تراثية عربية بامتياز، قادها أستاذ الموسيقى سامر مرجي لكورال المدرسة. أصوات حلوة الصراحة، لكن الأحلى المواهب الموجودة بين الطلاب والطالبات، سواء كانت على الطبلة أو الكمان. وأغنية بكفي إنك أردني، ورقصة خاصة بمناسبة ذكرى استقلال وطننا الحبيب. وهون نكون وصلنا للنهاية، وتوزيع الشهادات للخريجين وتكريم الأول على دفعة 2023، وتكريم كل شخص مضى على وجوده بهاي المدرسة 25 سنة أو أكثر، سواء كان من الكادر التعليمي أو الموظفين. وهدية متواضعة من المدرسة لسموها. وبعديها سمو الأميرة رحمة وجهت رسالة للمدرسة وطلابها، وفعلاً اللي أنا حسيته ولمسته كانت كثير مبسوطة بالحفل وفقراته، لكن كان في جواتها غصة كثير كبيرة، غصة حزن بسبب أوضاع الدمار بالقطاع، واللي بدورها كمان أثنت على جهود سيدنا بالمساعدات الإنسانية. ويلكم لحفلة تخرجنا، we're so happy، كتير مبسوطين نحن اليوم، وحفلتنا كانت بتجنن، وthank you لسيستر فرانشيسكا وللأميرة رحمة اليوم لأنهم كتير أبدعوا لهاي الحفلة. صراحة كان اليوم تخرجي كان باستضافة الأميرة رحمة، كان إشي كثير حلو، حتى كانت الفقرات كثير جميلة من الدبكات وحتى من الكرار اللي أبهرنا كلنا. صحيح، وزفة الخريجين بساحة المدرسة هاي كانت قصة ثانية. الله يسعدكم كلياتكم، كان يوم كثير بجنن، عن جد كثير بجنن، شكرا للكل، بس أخيرا خلصنا. وبنختم تقريرنا عن أجواء التخريج من مدرسة الروم الأرثوذكس بالحصن، وتحت رعاية مدير عام مدارس البطريكية للروم الأرثوذكس المقدسية السيدة لين مدانات، وبحضور الأرشمندريات أثناسيوس قاقيش الرئيس الروحي لمدارس الروم، وأكيد بحضور عدد من الآباء الكهنة. من هالإيدين للحلوين باقي تورت مميزة للسيد مدانات والأبونا قاقيش ليدخلوا من بعدها قاعة الكنيسة لنبلش الاحتفالات، وأكيد البداية كانت مع السلام الملكي ودخول موكب الخريجين من الروضة، وبالصلاة والدعاء للرب من الأبونا سمعان الخوري كاهن رعية الروم الأرثوذكس بالحصن للطلاب لينعم عليهم بالعقل والجسم السليم ليكونوا منار حقيقية بحياة عائلاتهم والمجتمع. وكلمة مديرة الروضة الخورية رنا الربضي حكت عن نشاطات الروضة وتقديمها الشكر للهيئة التدريسية وأولياء الأمور. يا ربنا نأتي إليك في هذا الصباح واليوم المبارك محتفلين بتخريج هؤلاء الأطفال، رافعين أيدينا مع أيدي هؤلاء الأطفال الصغيرة وقلوبهم النقية، فإنك أنت القاهر، إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السماوات، طالبين لهم ولنا نعمتك وبركتك السماوية. واسمحوا لي بأن أتقدم بالشكر لمربيات ومعلمات مدرستنا على ما قدمناه من عطاء غير منقطع. أقول دمتم خير معلمات، وعسى أن تظل قلوب الأطفال الطاهرة آمنة بحبكم، لكن كامل الامتنان والشكر. فقرات متنوعة وكثيرة لطلاب المدرسة والروضة وسط أجواء تشجيعية من الحضور، سواء كانت بكلمات الخريجين أو الأغاني أو الرقصات، ولينعرض فيديو بيشمل إنجازات ونشاطات المدرسة والروضة لهالفصل الدراسي. وقبل ما نختم هالحفل وجه الأبونا قاقيش رسالة فخر واعتزاز بأردننا الغالي، وليبارك للعائلة الهاشمية والوطن باستقلاله 78، واستغل وجود أولياء الأمور ليوجه جملة هيك بالمعنى الصريح: اقعدوا مع أولادكم لحتى ما يكون في فجوة ما بين الأهل والأطفال، لأنها رح تنعكس بشكل سلبي عليهم بالمجتمع. فرحتي كبير اليوم بتخريج أبنائنا وبناتنا إما بالكي جي 2 أو بالصف السابع،
بصليلهم وكنا بنصليلهم مع كل الكادر، لأنهم لسنوات كانوا عنا للصف السابع حتى وصلوا لهذا الصف أو هلا بالكي جي 2، لأنهم هم جزء منا وقطعة منا، مثل ما أنتوا أهليهم في البيت إحنا كنا، والمعلمين والكادر الإداري والتعليمي هو كان أمهم في داخل المدرسة. ومع الفنان أحمد القرب وبصوته الجميل أطرب كل الموجودين وعمل أجواء حماسية أكثر، ليتم من بعدها توزيع الشهادات للخريجين لطلاب الصف السابع والروضة. أجواء حلوة عشتها مع الخريجين رجعتني للماضي، فحبيت أحطكم بأجواء الفرحة من خلال هذا التقرير البسيط الشامل. حفلات التخرج هي دعم للطلاب لتفوقهم العلمي بالمدرسة، وأنا بعتبرها برأيي الشخصي هي دفعة لقدام للطلاب ليعيشوا فرحة النجاح وتضلها راسخة ببالهم، ليعطوا أفضل وأحسن ما عندهم بامتحانات التوجيه. ومبروك لكل الخريجين، وإن شاء الله منشوفكم بأعلى المراتب يا رب. من إربد لقناة نورسات، نيفين حداد. خلال الاحتفال في بيت لحم بالذكرى السنوية 9 لإعلان قداسة الأم ماري ألفونسين والأخت مريم بواردي، أكد الأب رامي عساكرية كاهن رعية اللاتين على أهمية وجود قديسات في الأراضي المقدسة لتحل البركة والنعمة على العباد والبلاد. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجارب. اجتمعت رعية سانتا كاترينا ورهبنة الوردية المقدسة وراهبات الكرمل للاحتفال بذكرى تقديس القديستين مريم بواردي وماري ألفونسين، وذلك في مركز القديسة مريم ليسوع المصلوب في دير الكرمل في وسط مدينة بيت لحم. ترأس القداس الأب رامي عسكرية كاهن رعية اللاتين وبمعاونة عدد كبير من الأباء الأجلاء وبحضور حشد من الراهبات والرهبان والراهبات الكرمليات والمؤمنين الذين توافدوا للاشتراك بالقداس الإلهي السنوي الذي أحيته الجوقة بالترتيل المريمية. وفي كلمة الأب رامي الذي تحدث عن أهمية وجود قديسات من الأراضي المقدسة، فهذه بركة ونعمة وفخر لبلادنا المقدسة، فالله اختارهن ليكن قديسات نقتدي بهما. وقدمت هذه الصلاة والقداس من أجل شفاء المرضى، حيث وضعت الطلبات والنيات بالقرب من ذخيرة القديسة مريم ليسوع المصلوب في وسط المركز أمام الهيكل. صلوا ورتلوا من أجل السلام وتضرعوا بأن تنتهي الحرب، فالأراضي المقدسة متعطشة للسلام، السلام العادل. اليوم إحنا بنحتفل بالسنة 9 على تقديس القديستين ماري ألفونسين ومريم يسوع المصلوب. القديستين هدول هم شفيعات بلادنا، خاصة أنه مريم يسوع المصلوب هي شفيعة السلام، فإحنا مجتمعين اليوم مع الناس كلها هاي لنصلي من أجل الحرب، من أجل الناس اللي عم بتعاني وعم تتعب من هالوضع اللي إحنا موجودين فيه. وحبينا اليوم كمان أنه نخلي هالقداس بالذات على نية المرضى، لأنه في كتير مرضى موجودين، كتير عم بوصلنا رسائل صلوا للمرضى، فحبينا اليوم نجتمع كلنا كرهبانتين وكرعية ورعاية حتى، أنه نكون مع بعض بصلاة واحدة بقلب واحد، نرفع
طلباتنا ليسوع بشفاعة العذراء، لأنه إحنا اليوم بشهر المريمي، اليوم مار يوسف كمان يوم الأربعاء، وشفاعة القديستين مريم يسوع المصلوب وميري ألفونسين، وإن شاء الله ربنا بيسمع لنا، بيوقف الحرب وبيشفي هالمرضى التعبانين. وانتهى القداس الإلهي بأخذ النعمة والبركة من الذخائر التي توسطت المركز، وتم تقديم التهاني للراهبات. اليوم احنا جايين نحتفل بعيد يسوع، مريم يسوع المصلوب، مريم البواردي هون، بدنا نصلي في الكرمل هون في بيت لحم على نية السلام. الله يعطينا السلام. احنا منعيش في هذا الوقت في وقت كتير حزين، في وقت كتير الواحد ما فيش سلام، لا في البلد سلام ولا في قلوبنا سلام. نتمنى من الله ومن القديسات، قديسات البلاد، انه يعطونا السلام، يحفظوا السلام الحقيقي اللي احنا بنحتاجه بقلبنا وفي بلادنا، على نية شفاء المرضى. يا مريم يسوع المصلوب، يا مريم البواردي، في كتير ناس عيانين وبيطلبوا الشفاء، انكم تكونوا تتشفعوا لنا كمان للشفاء، لشفاء كل المرضى اللي بحاجتكم. فمنحنا يا رب بشفاعتهن النعم الضرورية لنعيش حياة مسيحية صادقة، مستمدين القوة من تأملنا في أسرار الوردية. للنورسات مارلين الحدوة من دير الكرمل بيت لحم. ترأس غبطة الكاردينال لويس روفائيل ساكو قداس حفل اختتام الشهر المريمي في دير راهبات بنات مريم الكلدانيات بعنكاو، وضم الاحتفال صلاة مسبحة الوردية، تلاها قداس ختم بتطواف وتتويج تمثال العذراء مريم. عونه في الخدمة عدد من المطارن والأباء الكهنة والأخوات الراهبات بحضور جمع كبير من المؤمنين. وقال غبطته في الموعظة: أمام تراجع القيم والأخلاق وتفكك العائلات بسبب حب الذات وفقدان الوعي بالخطيئة والاعتقاد بأن كل شيء مباح، نحن بأمس الحاجة إلى مريم لنتعلم منها كيف نؤمن ونتقدس لنعيش بسلام وأمان. قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسم السمعان حلقة خاصة ومميزة بعنوان تكريس قلب يسوع الأقدس، وقد استضاف البرنامج الأب بشير بدر مدير المركز الرعوي لشؤون العائلة والزواج للاتين، حيث أكد خلال الحوار أن تقديس قلب يسوع هو في صميم الكتاب المقدس، وهو روحاني بامتياز، وذلك حبا منا لتمجيد معلمنا ورمزا لمحبته لنا. فإلى هناك. أبونا في كتير يعني أوقات بصير، إحنا الحلقة الماضية كنا عم نحكي عن عتاب المحبة، وكنا نقول إنه في عتاب كبير بمحبة من عاتب، إنه في عتاب كبير بتقصير بعض الأشخاص المؤمنين بممارساتهم بإيمانهم بفهمهم، يعني بفهمهم لهذه التعاليم، الفهم العميق. مش مطلوب بس من المؤمن إنه أروح يوم الأحد أصوم الزمن الأربعيني، أحتفل بعيد الميلاد، أحتفل بالثلاثية الفصحية وانتهى الموضوع، وإحنا خلصنا من هاي السنة، تاني بقى نيجي السنة اللي بعديها نبلش بعيد الميلاد وعيد الفصح وإلى آخره من هذه الممارسات اللي بعتبرها إنه هذه مظاهر الخارجية. لكن هذه العبادات اللي هلأ إحنا عم نحكي في حلقتنا اليوم عن عبادة قلب يسوع الأقدس، وكنا نحتفل بشهر أيار الماضي قبل كم من يوم خلصنا عبادة قلب مريم الطاهر، وكرسنا شهر أيار للسبحة، صلاة السبحة الوردية كل نهار. فهذه العبادات هل تعتقد أنه مثل ما في بعض الفئات اللي بتقول أنه عم بتشتت المؤمنين في هذه العبادات أو هذه الطقوس، أو عم تبعدوهم عن الجوهر الإلهي اللي هو القداس والإنجيل المقدس؟ فمن هذا المنطلق نحن بنحاول دائما وإحنا كل سنة بنركز أنه نرجع نعيد مفهوم هذه العبادات وهذه الأنوار السماوية اللي عم تيجي لإلنا للبشرية من خلال القديسين والقديسات، من خلال الظهورات الإلهية. هذا هو سبب أبونا إحنا دائما منضوي على هذه الأمور،
وهذه العبادات، لأنه هذا من واجب كل إنسان مؤمن يفهمه. ولربما يعتقد البعض أنها يعني فكرة جديدة من هالروحانيات اللي خرجت في القرون الحديثة، ولكن من يتتبع موضوع قلب يسوع يجد أنه في صميم الكتاب المقدس، وأن هذا التكريم لقلب يسوع ليس حديثا وليس لاتينيا من حيث الروحانية، بل هو كتابي بامتياز. بس الكنيسة اللاتينية هي اللي بتمارس هي اللي الشهر يعني بناء على ظروف تاريخية. نعم. وقديسين وقديسات. نعم. كانت الرائدة. نعم. في إظهار التكريم. نعم. والسجود والشكر وعواطف الامتنان لقلب الرب. نعم. على محبته الكبيرة. نعم. كان تقليدا لاتينيا، ولكنه اليوم الروحانيات والناس الإنسان المعمد هو واحد أينما كان. نعم. وبالتالي العاطفة الإيمانية هي ذاتها. نعم. أريد أن أعود معكم إلى أهم مشهد في الكتاب المقدس في الإنجيل، هو يسوع على الصليب. نعم. أوكي. وهنالك يقول الإنجيل: طعنه أحد الجنود بحربة في جنبه فخرج على أثرها دم وماء. نعم. علميا هو ضرب عضلة القلب. نعم. فخرج منها هذا الماء، علامة احتشاء عضلة القلب، ولكن الدم أيضا هو الحياة في الإنسان. نعم. إنه رب أعطانا حياته، وهذه العلامة ستبقى مرافقة. نعم. هذا القلب الطعين أو المطعون. عندما قام يسوع بين الأموات وقال لتوما: تعال ضع يدك في جنبي، يعني شوف قلبي الذي أحبكم هذا الحب. لما ظهر يسوع للقديسة مارغريتا ماريا لكوك بالقرن السابع عشر 1600، تصفوا أنه حمل قلبه خارج صدره وبهرز هو بيديه، وقال لها: هو ذا القلب الذي أحب البشر كثيرا ولكنه لا يجد منهم سوى الجحود والنكران. نعم. فبدي أستخدمك، أي ذكر الناس بمحبتي إلهم وأنني أريد أن يبادلوني هذا الحب. بعض الأشخاص بيقولوا إنه ليش هالقديسين كلياتهم طالعين من المناطق، مثلا من فرنسا بعض القديسين، إنه أكثر القديسين اللي فيهم هذا التنوير، وإحنا اتبعنا هذه العبادات من خلال هذول القديسين اللي هن خارج منطقتنا الشرقية. وانطلقت من هناك، من فرنسا مثلا، القديسة مثل القديسة مثل لورد ومثل لاسالات ومثل لكاترين لابوريل، أيقونة العجائبية، القديسين سان تيريز وسان لويس وسان مارغريت على كوك، اللي هي عم نحكي على عبادة قلب يسوع اللي هي نشرتها. ولكن فرنسا طبعا مش متبعة هذا هاي العبادات اللي انطلقت منها من خلال القديسين والقديسات من هذه الأماكن، ولكن مين اجتذبها من خارج فرنسا من هالمناطق. وبتحس انه بعض العبادات أبونا مشهورة أكثر في المناطق الشرقية، مناطق الأراضي المقدسة، من مناطق الميدل إيس اللي هي منطقة الشرق الأوسط. فبحس هذا التركيز لماذا علينا ومن خلالنا ومن كنائسنا الشرقية التزامهم أكثر بهذه العبادات عن الكنائس الشرقية، لما بحكي بشرق البلاد العربية في المشرق. نعم. الكنيسة لم تكن تعرف شرقا غربا، هذا كنوز الكنيسة. نعم. والقديسون هم هذا الكنز الكبير لمفعول الإيمان بالمسيح في حياة المؤمنين، فهو يخص الكل ولا يخص كنيسة معينة. نعم. أو يخص بلد أو جمع، هذا إرث روحي إيماني للكل. قديسو الشرق يخصون الغرب، وقديسو الغرب يخصون، لأننا في يسوع المسيح نحن في شركة القديسين الواحدة، كلنا واحد. إنما كان في ظروف روحية تاريخية ساهمت
في نشر روحانيات أكثر من غيرها. ابتدأت الرهبنة في الشرق ثم ازدهرت في الغرب، الآن تتراجع في الشرق أو تراجعت كثيرا، ولكن الأديرة عامرة وبخاصة الأديرة النسكية في مناطق كثيرة في العالم. ولكن في هذه الأديرة والرهبانيات بخبرة هذا التصوف الإيماني الروحي انتشرت كثير من الروحانيات المسيحية. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكيرا بأبرز ما جاء فيها. البابا فرانسيس يحيي ذكرى لقاء السلام في حدائق الفاتيكان. بدعوة من جلالة الملك، الأردن يستضيف مؤتمرا دوليا طارئا بشأن غزة. الكاردينال بيتس بالا يختتم زيارة رعوية إلى الطيبة بفلسطين. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني nursadjo.org. طابت أوقاتكم وكل عام وأنتم بخير.